انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية والعمل الميداني المشترك، تقيم جمعية شجرة الحياة الخيرية سوقها الخيرية السنوي والذي يعود ريعه للأعمال الخيرية في البحرين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بالشراكة مع العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، أقامت جمعية شجرة الحياة سوقها الخيرية الخامس في صيغة تنموية مبتكرة يعود نفعها على الجميع. الحقيقة واحدة من هذه الجمعيات اللي الآن نرعاها اليوم هي جمعية شجرة الحياة الخيرية، إحدى الجمعيات اللي احنا نتشرف بوجودنا اليوم بدعمها ومساندتها، لأن مثل ما تعرفون هناك هذا السوق الخيري، ريع هذا السوق الخيري يروح 50% حسب ما عرفت راح يكون دعم للأعمال الخيرية. السوق الخيري عبارة عن ندعي مجموعة من الشركات والأفراد والمؤسسات، وإحنا طبعا عندنا بعد نبيع ده المنتجات اللي ممكن نحصلها من تبرعين، وريعه طبعا يروح للأيتام والفقراء، يعود ريعه إلى في النهاية إلى هذه الفئة من المجتمع. السوق الخيري هذا السوق الخامس على التوالي جمعية تسوي سنويا، كل سنة في منطقة مختلفة في مجمعات مختلفة، ريع هذا السوق إلى الأسر المتعففة والأيتام. طبعا جمعية شجرة الحياة تشمل البحرين كلها وتساعد الأسر المتعففة في البحرين والأيتام وطلاب الجامعات. عندنا حوالي 400 يتيم وأكثر تقوم الجمعية بكفالتهم، وأساس هاي السوق أساسا أقيم إلى ويكون موجودة إلى الأسر المتعففة والأعمال الخيرية. هذه السوق هي نتاج التعاون المستمر بين القطاع الأهلي والجمعية، فالإيمان المطلق بأهمية مساعدة الأسر المحتاجة بمختلف الطرق منح هذه الاحتفالية السنوية استمرارية وتميز. يعني هاي مو أول مشاركة لي في معرض شجرة الحياة، هاي الجمعية جمعية شجرة الحياة جمعية خيرية وما شاء الله كل معارضها ناجحة، وأي معرض يصير عندهم على طول أنا أشارك معاهم، لأن ريع هاي الجمعية ريع البيع على طول يروح حق أعمال خيرية، والحمد لله ما شاء الله وايد في إقبال يعني، وأشوف أنه في إقبال كبير. وأنا دائما أشارك في هاي المعارض، خاصة إذا كانت المعارض معارض خيرية، فهي حتى لو كان عليها رسوم ما نهتم بالرسوم لأنه شيء خيري. وأنا الحمد لله صرت في هذه الجمعية من 4 سنوات ما أشوف منهم إلا حركة زينة. يعني أهداف الجمعية وباكورة أعمالها المتنوعة رسخت مبدأ التكافل المجتمعي بمختلف صوره. وايد سعيدة بتواجدي في السوق الخيري الخامس لجمعية شجرة الحياة اللي من خلاله يدعم المشاريع الصغيرة وينمي قدراتهم. الجهود المبذولة في هذه السوق الذي تبنته الجمعية ضمن خطة هذا العام استطاعت من خلاله أن تؤطر فكرة أهمية الشراكات المجتمعية من خلال الفعاليات المتنوعة التي قدمها هذا السوق. مشروع السوق الخيري من المشاريع الاستراتيجية التي تشرف عليها الجمعية بشكل سنوي لتمد جسور التواصل من خلالها مع مؤسسات المجتمع المدني. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.